إلى ذلك شككت الولايات المتحدة بالتزام ميليشيات الحوثي الانقلابية بعملية السلام في اليمن اثر هجماتها الصاروخية العدائية والعبثية على المملكة العربية السعودية. وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز ان هذه الهجمات تثبت مرة اخرى ان فيلق الحرس الثوري الايراني يستمر في تعطيل العملية السياسية وتصعيد الاعمال العدائية فضلا عن زعزعة استقرار المنطقة من خلال تزويد الميليشيات الانقلابية وغيرها بالاسلحة. واكدت ساندرز ان الولايات المتحده ستظل ثابته في مساعده شركائها في الدفاع عن انفسهم ودعم عمليه شامله لتحقيق السلام والامان في المنطقه